مساء الورد والياسمين عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد نكمل وياكم منهج الصف السادس الابتدائي للغة الانجليزية. وصلنا وياكم الى يونت 1 لسن 4. يونت 1 لسن 4 our daily routine اللي هو اليونت الاول، الدرس الرابع our daily routine اللي هو عن الروتين اليومي. عندنا هنا listen and read about Wissam's family routine. listen and read about Wissam's family routine. استمع واقرأ عن عائلة عن الروتين اليومي لعائلة وسام. اوكي، قبل لا اني اقرأ لكم، راح احنا مثل ما تعودنا راح اشغل لكم اياه على الاوديو تسمعون الصوت، بما انه عندنا هنا هاي السماعة، قلنا معناها عندنا هنا تراك لازم اسمعه. خليكم وياي. Track 10. Listen and check your answers. My family routine. My mum is a nurse and my dad works in an office. He's an IT programmer. He makes computer programs about buildings. My sister, Dania, and I go to school by bus. We leave home at 7:30. My grandma and grandpa live very near to our house, so my grandma takes our little brother to school. My dad drives to work, and he takes our mum to the hospital first. They leave home at 6:45. Because it takes more than an hour to get to the hospital and then to the office. My dad works 5 days a week, but my mum only works 3 days a week. When she is not working in the hospital, she is a housewife at home. She has two jobs. By Wissam. اوكي، مثل ما سمعنا هسه انا راح ابدي اقراها لكم حتى اترجمها لكم وتعرفون المعنى. My family routine. My family routine اللي هو الروتين العائلة اليومي. My هنا من هو اللي كاتب هذا الانشاء؟ اللي كاتبه هو باي وسام. اوكي، باي وسام. وسام اللي هو كاتب هذا القصة عن عائلته. أبدي وياكم. My mom is a nurse. My mom is a nurse. أمي هي ممرضة. And my dad works in an office. وأبي works يعمل in an office في المكتب. He's an IT programmer. He's an IT programmer. هو مبرمج. He makes computer programs. He makes computer programs اللي هو يصنع برامج الكمبيوتر. About buildings. About buildings عن البناء. My sister. My sister أختي دانيا and I. أختي دانيا وأنا go to school نذهب إلى المدرسة by bus بواسطة الحافلة. We leave home. We leave home. نحن نغادر المنزل at 7:30. at 7:30 معناها بالسبعة ونص. my grandma جدتي and grandpa وجدي near to our house leave very من منزلنا. so لذلك my grandma takes our little brothers تأخذ أخي الصغير، أخونا الصغير to school إلى المدرسة. to school إلى المدرسة. My dad أبي drives to work and he takes our mom to the hospital first. أبي drives يقود to work إلى العمل and he takes
وهو يأخذ our mom أمنا our mom to the hospital first إلى المستشفى أولا. They leave home at هم يغادرون home المنزل at 6:45 الساعة 6:45 دقيقة because it takes more than an hour to get to the hospital لأنه يأخذ أكثر من ساعة للوصول إلى المستشفى and then وبعدها to the office إلى المكتب. My dad أبي works 5 days a week. My dad works 5 days a week يعمل 5 أيام 5 days 5 أيام a week في الأسبوع. But لكن my mom أمي only works تعمل فقط 3 days 3 أيام a week في الأسبوع. When she is not working عندما لا تعمل in the hospital في المستشفى she is a housewife at home هي ربة منزل في البيت. She has 2 jobs she has هي لديها هي لديها 2 jobs عملان اوكي وظيفتين عندها. شنو الوظائف اللي عند الام؟ هسه راح ناخذ عليها الاسئله. هذا عندنا هنا جدا مهم بالوزاري، هالقطعه لازم نحفظها، يعني نحفظ المعلومات الموجوده بيها اللي هسه يعطينا عليها اسئله. لازم احنا نعرف قارين القطعه حتى نعرف نجاوب عليها. قبل لا ابدي احللكم القطع اللي على ديلي روتين هنا انتبهوا وياي، اخذ بعض من الملاحظات على اضافه الاس الشخص الثالث. شوفوا هنا تشوفون هنا works بها اس مو صح؟ makes هنا بها اس. بعد وين بيهن اس؟ نشوف takes اوكي. شوف كلية بادي بيهن اس، اغلب الكلمات بيهن بادي اس. شنو السبب؟ خلينا نشوف شنو السبب. عندي ملاحظات على المضارع البسيط. هسه احنا بدنا نتحدث بصيغه زمن مضارع بسيط. اولا نضع اس الشخص الثالث الى الفعل اذا تحدثنا عن شخص مفرد مثال، يعني اضيف اس الشخص الثالث، هذا الاس اسميها اس الشخص الثالث. وين اضيفها؟ اضيفها للفعل. الفعل وين القاه؟ القاه بعد الفاعل اوكي. انا اشوف الفاعل اذا هو مفرد، من هو المفرد؟ المفرد اللي هم الهي والشي والإث. إذا شفت واحد من هذولا فمعناها الفعل اللي بعده لازم أخلي له أس. نشوف الجملة اللي مطيتكم إياها. My mom my mom أمي my mom أمي مفرد لو جمع؟ مفرد. Works in a hospital works in a hospital هنا تجيكم على طريقة فراغات، يقول لك my mom فراغ in a hospital. أنا أبا قبل الفراغ إيش عندي؟ عندي مفرد. زين ايش مطيني بالخيارات؟ مطيني فعل مجرد وفعل بيه اس الشخص الثالث. زين انا ما طول عندي هنا مفرد، لازم اختار بيه اس او لازم اضيف له اس، فصير my mom works in a hospital. ملاحظة ثانية، يبقى الفعل مجرد بدون اضافة اس. هنا انتبهوا، يبقى مجرد ما نضيف له اس. ايش وقت؟ إذا تحدثنا عن أنفسنا أو عن جمع، يعني إذا أتحدث عن نفسي أو أتحدث عن أشخاص، مجموعة أشخاص. مثل they work in the school they work in the school they work in the school. إيش عندي هنا أنا قبل الفاعل؟ قبل الفعل عندي الفاعل. الفاعل شنو هذا الموجود عندي؟ they. they جمع لو مفرد؟ طبعا جمع، فلازم أبقي الفعل البعدة مجرد. In the school هم يعملون في المدرسة. زين هنا أبوا على الجملة الثانية، عندي I work in an office I work in an office أنا أعمل في المكتب. شدي قبل الفراغ عندي I، الI أضيف لها S للفعل وأبقي مجرد، طبعا يبقى مجرد لأن دا أتحدث عن نفسي مو مفرد. أوكي هنا أنا مثل ما تشوفون مسويت لكم ياها، هي والشي والات لازم يجي بعدها فعل بإضافة أس الشخص الثالث، يعني لازم أخلي أس للفعل.
هنا عندي إذا أشوف الـ I أتحدث عن نفسي I، they للجمع، we للجمع، you للجمع، فدائما يكون فعل مجرد بدون إضافة، أوكي؟ يعني لازم يكون الفعل ما بي لا إضافة S ولا إشي، أوكي؟ زين، نرجع هسه للكتاب. قلنا عندنا راح ينطينا أسئلة، إحنا لازم إحنا شبينا لازم ننتبهين زين على القطعة اللي قرأناها. Answer the questions. Answer the questions. أجب عن الأسئلة. Where does Wissam's father work? Where does Wissam's father work? زين، هنا نش عدي Wissam's father. Wissam's father معناها أبو Wissam. Work. هسه من هو؟ Where is that? Where does؟ هنا عدي أداة سؤال الـ where. قلنا الـ where لمن أستخدمها؟ للسؤال عن مكان، معناها هنا يريد مكان العمل اللي يشتغل بيه أبو وسام. فش راح أجي أجاوب هنا؟ وين أباوع الجملة؟ وين الفاعل؟ هذا الفاعل وسام's father. فأنا إش راح أكتب؟ لو أكتب وسام's father أو أختصر إلى شنو، أخذ الضمير الشخصي للمفرد اللي هو his، أخلي هي هنا، فراح تصير عدي هي. هي الورك تنزل، زين من صارت عدي هاي الهي ده شوفوها الهي الورك تبقى نفسها لو أضيف لها اس. very good، عافية، أضيف لها اس. ليش؟ لأن ده أتحدث عن مفرد، أصير he works in an office. he works in an office. نجي على question 2 number 2. Who is a nurse؟ هنا ننتبه على أداة السؤال اللي هي who، معناها من، تسأل على شخص who، هنا أداة السؤال who، من. Who is a nurse؟ Who is a nurse؟ من هي الممرضة؟ من قرينا هسه احنا القطعة قبلها منو كانت الممرضة؟ إيش راح أقول؟ أقول Wissam's mother. Wissam's mother is a nurse. Wissam's mother is a nurse. اوكي، ام وسام هي الممرضة. نمبر 3، what time does دانيا leave home؟ هنا أداة السؤال الـ what، للسؤال عن شيء او عن الوقت، اوكي، فاقول what. what time does دانيا leave home؟ اوكي، زين، بي الساعة احنا قرينا بالقطعة دانيا غادرة المنزل، شو راح اقول هنا؟ وين الفاعل؟ هاي الفاعل دانيا، راح اخليها مالتها الضمير الشخصي she. وراها الفعل وين الموجود؟ قلنا الفعل يجي بعد الفاعل، هذا الفاعل وهذا الفعل، فراح ينزل. زين، صار قبل الشي يصير she leave و leaves، طبعا يصير she leaves home at 7:30. اوكي، ليش خليت هنا اضفت له؟ لان عندي قبله مفرد. نمبر 4، how many؟ عدنا هنا how many ايضا اداة سؤال، لكن للسؤال عن عدد. how many days a week does Wissam's mother work؟ how many days a week does Wissam's mother work؟ كم يوم في الاسبوع تعمل ام وسام؟ احنا نجي الفاعل، وين الفاعل؟ Wissam's mother، راح يا اما اخلي Wissam's mother يا اما نستعمل للسهولة ضمير الشخصي، فاقول she. زين، الفاعل وينه؟ الفعل، العفو، الفعل هذا الورك، راح تصير she works. she works اخذ نضيف لها s. واكمل باقي الجمله 3 days a week. 3 days a week. اوكي، زين، قلنا من نشوف هنا remember to put question mark. هنا ملاحظه لازم ننتبه لها، ما طول نطينا بدايه الاسئله مالتنا أدوات سؤال، ذني أدوات السؤال، معناها لازم أنهي كلامي بشنو؟ question mark، علامة السؤال. أوكي، هنا أنا write for question about Wissam's family. أكتب أربع جمل، أربع أسئلة عن عائلة وسام. هنا تقدرون تطلعوها من القطعة الموجودة، أنا راح أحلها لكم للسهولة. زين، هنا عندنا where، قلنا where أداة سؤال عن مكان، لازم شو اخلي هنا؟ اسوي لي سؤال اقول where does Wissam's mother work؟ where does Wissam's mother work؟ زين، ابقي هيش لو اخلي
علامة سؤال، طبعا أخلي علامة سؤال لأن عندي هنا أداة سؤال. good. number two، who معناها يسأل عن شخص، من who. زين أسوي له جملة، راح أقول who is an IT programmer. who is an IT programmer، من هو المبرمج، وأنهي جملتي بأداة سؤال. number three، what time، السؤال عن الوقت. أخذنا إحنا بالقطعة، أتذكر شنو الأوقات اللي أخذناها أقدر أسوي عليها سؤال، فأقول what time does Wissam's parents leave home. okay، what time does Wissam's parents leave home، كم الوقت غادروا والدة وسام، وأخلي علامة سؤال. how many، هنا يسأل على عدد، اللي يقول how many days does Wissam's father work. how many days does Wissam's father work، وخلي علامة السؤال. هاي بالنسبة لهذا التمرين. البعد هنا work with a partner، ask and answer the question. هنا نسوي محاورة بينك وبين صديقك، عمود أسئلة تبقى ببالك. زين إيش راح نسوي هنا؟ إيش عدنا من كملناها؟ راح أجي هنا أشوف بعض الملاحظات اللي مطيتكم إياها قبل نحل التمارين. هاي هنا عدنا لسه حليناها سوا. أدوات السؤال هاي عندكم. الوير معناها أين، تستخدم للسؤال عن المكان. هو من، تستخدم للسؤال عن شخص. وات ماذا، تستخدم للسؤال عن شيء. What time، تستخدم للسؤال عن الوقت. والhow many، تستخدم للسؤال عن العدد. أوكي زين نجي على التمارين. عدي choose the correct form of the verbs and complete the sentence. choose the correct form of the verbs and complete the sentence، يعني اختار هنا الفعل المناسب وأكمل الجملة. هنا أنا رح نحلها سوا. تشوفون هاي مقابلكم موجودة، عندنا مطينا فعل مجرد ومطينا فعل بإضافة أس الشخص الثالث. هسه نعرف شلون نحلها حسب الشرح اللي قلت لكم إياه. إذا عدي قبل الفراغ مفرد فراح أخلي بأس الشخص الثالث، إذا قبل الفراغ جمع فراح أخليه مجرد. أوكي فأول وحدة هو حللنا إياها my father is a waiter and my mother. زين شوفوا my father هنا مطينا فعل مساعد هذا ال is ومطينا ال are. هنا my father طبعا ياخذ is، a waiter هو نادل، and my mother a shop assistant يسأل هنا على وظيفتها. راح نقول is، عافية راح اخلي ايضا is هنا ده المفرد. اجي اكمل بعدها my father home first at 7 o'clock. تبهولي my father مفرد لو جمع؟ طبعا مفرد، يعني هنا اش راح اقول؟ هنا يقول ابي بالسبعة الصبح. اوكي يعني شنو معناها؟ يغادر. وين كلمة يغادر؟ leave لو leaves اخلي good اخلي leaves. ليش؟ لان عندي مفرد قبل الفراغ، اعرف من اشوف مفرد اخلي لها فعل بي اس فاخلي leaves. home first at 7 o'clock because his restaurant opens at 8 o'clock. لأن المطعم يفتح الساعة الثامنة to serve tea. okay كوفي خدمة serve خدمة الشاي كوفي القهوة and breakfast والفطور. he to work and he to work and it زين ال he ايش راح ناخذ هنا وراها؟ ال he ايش تاخذ هنا؟ he نشوف شنو المناسب له. work شلون يروح هو للwork؟ drive لو drives good عافية اقول drives. he drives to work and it usually an hour. هنا راح اخلي drives لأن عدي هي. زين هنا عدي usually من ظروف التكرار،
هنا ظروف التكرار لازم بعدها يجينا فعل مجرد، اوكي؟ يعني ما راح اجي هنا اخليه takes no، راح اخليه take، راح يصير and it usually take an hour، ياخذ an hour because the roads are busy، لانه الشارع الطرق يكون مزدحم. فايش راح اخلي هنا؟ أنا اخلي number 4، اوكي اخلي هنا number 4. زين اكمل. my mother in a big glasses shop، امي في محل ملابس كبير. هنا طبعا تعمل. زين هنا عرفنا my mother يعني شيء مفرد ايش تاخذ. very good works، my mother works in a big clothes shop، في محل ملابس كبير. in the center of town، في مركز المدينة. okay hair shop يعني المحل. at 19:30 في الساعة 9:30 يفتح. هنا عندي يفتح شو نقول؟ opens، عافية لأن عندي مفرد. زين she to work by bus and leaves home at 8:30 يعني هنا تروح وين؟ للعمل. she goes، very good عافية، she goes، اوكي نخلي لها هي تذهب to work by bus الى العمل and leaves home تغادر المنزل at 8:30. زين هنا بعدها we breakfast together، ها هنا اخليها رقم 6، اوكي number 6. زين we breakfast together at 6:30. we زين هنا مش تاخذ الوي جمع، ما راح اقدر اخليها هنا. زين breakfast الفطور الشاخذ، يا اما has يا اما have، فهنا عندي جمع الوي فراح تاخذ لي الهاف. نقول we have breakfast together at 6:30، اوكي نتناول الفطور سوية الساعة 6:30، واخلي هنا number 3. زين my brother and I to school because it is very near to our house، انا واخي الى المدرسة لانه جدا قريبة من منزلنا. شرح نقول هنا walk، very good عافية، walk يعني نتمشى. ليش هنا أنا ما قلت walks، ما خليت فيها s؟ ليش؟ لان هنا عندي my brother واني تعتبر جمع، لان تتحدث عن شخصين فاقول هنا walk. زين بعدها we leave home at 7:45، نغادر المنزل في 7:45. زين بعدها راح نقول هنا school فراغ at school at 8 o'clock، school at 8 o'clock. هنا السكول تعتبر جماد غير عاقل بس هم مفرد، ايش راح نقول عليها؟ راح نقول عليها starts يعني نختار بها الاس، لان تعتبر ايضا مفرد، واختار هنا اخلي بالمربع نمبر 5. we all هنا دا يتحدث بصيغة جمع early at 6 o'clock، مبكرا الساعة 6، فنقول هنا get up هنا نخليها يعني جمع، نستيقظ مبكرا الساعة 6 صباحا، واخلي هنا number 2 بالفراغ. زين هنا عندنا التمرين اللي بعده look at the times، انظر الى الوقت، put the sentence in the correct order، ورتب على الاوقات مالتها. هنا على هذا نسى شلون نحلي، هنا نخلينا الارقام بهالمربعات. زين match the verbs with the words in the circles A. look at activity A to check your answer. هنا يقول طابق الافعال مع الكلمات في الدائره، هاي مطينا افعال ومطينا بهاي الدائره كلمات يطابقها نريدها. يقول وين؟ انتبه على exercises A، هذا حلينا exercises A، ننتبه عليهن منا ناخذهن، اوكي من هالحل اخليه بيها. زين عندنا number 1 go، ايش راح تختارون من ال go؟ راح اختار منها go to work،
go to work، يعني حتى أسوي جملة مناسبة فأخلي number one هنا أنا بال to work، to work. زين number two leave، leave نغادر، leave home، very good، leave home نغادر المنزل، فأخلي هنا أنا number two. number three take، take شنو اللي قلنا نأخذه ويا take؟ take an hour، very good، يأخذ ساعة تقريبا، ساعة take an hour، فأخلي هنا number three. ال four walk، okay walk، إيش راح تأخذ الwalk؟ number four وين walk to school، عفية اللي هم راحوا مشي إلى المدرسة، فأكتب هنا أنا walk to school وأخلي هنا أنا number four. بعدها five have، عفية مبينة هي عتل have ويا البريكفاست أخذناها، فأخليها هنا أنا number five. six open، open شنو اللي open قلنا عليها؟ at، عفية هنا أنا open at، فهنا أنا أخلي number six open at. وراها seven، seven start at، start at تبدأ في، okay start. وهنا عندنا the drive number eight، بقت لي هنا شنو اللي يقود to work إلى العمل، يقود إلى العمل، good job. زين نجي هنا lesson four، هنا عندي جدا مهمة القطعة النادل، مهمة بالوزارة جدا، تجيكم يا أما سؤال وجواب يا أما اختيارات. هنا أنا read about Ahmed's day and circle the correct answer، اقرأ عن روتين عن يوم أحمد، وهنا أنا مطينا أجوبة عليها، نختار احنا الجواب الصحيح نخلي عليه سيركل معناها دائرة. زين هنا my name's Ahmed، راح أبدأ أقرأ لكم ياها. waiter's day يوم النادل، my name's Ahmed اسمي أحمد، I am waiter أنا نادل، and I work in a very busy restaurant in Baghdad، in Baghdad يعني هنا أنا أشتغل في مطعم مزدحم في بغداد. we are open for breakfast نحن نفتح، for breakfast للفطور، lunch الغداء، and dinner والعشاء. we close at 9:30 نحن نغلق at 9:30 يعني عزل ساعة بالتسعة ونص. in the evening في المساء، the restaurant is famous for its maklama, kuzi and biryani. شنو مشهور هنا famous؟ مشهور بالمخلمة والقوزي والبرياني. for one week في الأسبوع الواحد، I do breakfast and lunch service يعني أني أقدم خدمة الفطور والغداء. and the next week والأسبوع البعده، I do the lunch أنا أقدم الغداء and evening service خدمة الغداء. okay I prefer to start early أنا أفضل البدء early مبكرا، to be at home لأكون في المنزل، when my children get back from school عندما يعودون أطفالي من المدرسة. waiters who a breakfast service الويترز يعني النادل، who do الذين يقدمون breakfast خدمة الفطور، start at 6:30 تبدي ساعة بالستة ونص خدمة يعني فطور الريوق. but the cooks الطباخ، cooks اللي هو الشيفز الكلمة الثانية إله، يا أما نقول cooks يعني الطباخ اللي يطبخ الطعام، يا أما نقول شيف، start at 6 o'clock يبدي الخدمة مالته ساعة بالستة. زين I wear أنا أرتدي a uniform، uniform معناها زي to work زي العمل، black trousers يعني بنطال أسود، and white shirt والقميص أبيض، white waistcoat الواستكوت اللي هنا الصدرية، and a bow tie ويحمل بيدة الصينية. I like my job أنا أحب العملي، my job because لأنه I meet lots of interesting people لأني ألتقي هنا أنا. I meet ألتقي lots of interesting الكثير من interesting people الناس
يعني المشهورين every day كل يوم. I am a friendly أنا محبوب ودود helpful ومساعد person وشخص خدوم. One day يوما ما I want to have my own restaurant في يوما ما سيكون لدي المطعم الخاص بي. زين هنا الأسئلة المطينة إياها اللي لازم أجاوب عليها. What time does the breakfast service start؟ بيه ساعة تبدي خدمة الفطور؟ 6 o'clock لو 6:30 good 6:30 ساعة الستة ونص. زين What is another word for a cook in the restaurant؟ شنو الكلمة الثانية another word الكلمة الثانية للطباخ في المطعم اللي يطبخ الطعام؟ chef لو waiter yes chef okay. زين What service does أحمد prefer؟ Which service does أحمد prefer؟ شنو الخدمة اللي يفضلها أحمد؟ البريكفاست واللانش الفطور والغداء good اللي هي البريكفاست. زين What is his uniform؟ What is his uniform؟ شنو الزي اللي يرتديه أحمد؟ black trouser and a white shirt بنطلون أسود وقميص أبيض لو white trousers and a black shirt لو بنطلون أبيض وقميص أسود yes اللي هو هنا black trouser البنطلون الأسود. وهنا هذا خلاص بالنسبة عندنا هنا check your answer هنا التراك يشتغل تسمعون الأجوبة مالتكم إذا كانت صحيحة أو خطأ. اللي هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله استفاديتوا ولو بشيء قليل من محاضرة اليوم. لا تنسون يا ريت تشاركون النشور ويا أصدقائكم وتسوون مشاركة بالجروبات وإن شاء الله ما تنسون تخلون لايك والمتابعة للقناة. وشكرا جزيلا مع السلامة. See you later.